السلام عليكم، شلونكم شباب؟ راح نعطيكم بالفيديو الثاني من القناة، هو عن طريقة إنشاء حساب فيسبوك على الجيميل من الحاسوب. وبإذن الله راح يكون إلي شرح عن الهاتف الأندرويد أو حتى الآيفون. نكتب سجل البحث facebook.com، ننتظر لبين ما يفتح الموقع. طبعا هاي طريقة تفعيل عن طريق الجيميل. طبعا في شيء بدي انوه لكم له، انه يمكن تلاحظوا انه بنفس الوقت، يعني هلا بصراحة هلا انتهيت من تصوير الفيديو الاول، بس انا اصور بهالوقت لانه هذا الوقت الوحيد اللي بحسن فيه اصور. مثل ما انتم شايفين الفيرست نيم، راح اختار مثلا محمد، موبايل نمبر او ايميل. مثلا راح استخدم الايميل اللي استخدمنا يعني بالفيديو الاول، وهو mmuhammad@gmail.com re-enter mobile. اوكي محمد، سوري، gmail.com new password pronounce مثلا تاريخ الميلاد، راح اختار ماي داي 29 سنة 1996، والنوع يعني ذكر انثى، ونختار ساين اب تسجيل الاشتراك. أصدقائي نحط next. هي إذا بدك تعمل يعني بدك تبحث عن أصدقاء، إذا عندك مثلا أوتلوك، حساب أوتلوك أو أي حساب آخر من أي نوع، مثلا أوتلوك هوت ميل. أصدقائي هلا أنا طفيت خطوات كثيرة، نسيت صور مثل ما تلاحظون بعد وقت، يعني انشغل بشي مهم، بس يعني خطوات ما هي معقدة، سهلة كتير، على نفس نمط الأول خطوة. وناو مشان يعني، والآن إذا بدنا نفعل الحساب نضغط على كونفيرم بالميل فيسبوك موزيلا. جاري، تشوفوا جاري التفعيل. أصدقائي ما أنه أنا حافظ هذا الإيميل إيميل محمد اللي سويته إيميل برفكشن فايل ديزاين، أوكي ريسنت إيميل أدريس جوت إيميل ناو أنذر إيميل واز نوت سنت تو، أوكي بس ما سيت تو ذس أوكي إيه هاي ما أدري رحت ناو إندر جود. الرقم هو 2-9-576-2-9-576، اوكي اصدقائي مثل ما بتشوفوا تم تأكيد الحساب. اوكي just one more step بتفنش ذات خلصنا. بهالطريقة بنكون انشأنا صفحة، صفحة مفعلة 100% على فيسبوك. هي مارك زوكربيرج. مثل ما كنتم شايفين بهاي الطريقة بنكون خلصنا كل شيء لهي الحلقة. بتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسوا لايك واشتراك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.